قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشاطر العاهل المغربي محمد السادس الرأي بخصوص الأهمية التي تكتسبها مدينة القدس بالنسبة لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام. جاء ذلك في رسالة بعثها ترامب للعاهل المغربي ردا على رسالته بشأن موضوع قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وفي الخامس من ديسمبر الماضي بعث العاهل المغربي رسالة لترامب عبر خلالها عن القلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء نية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بالفعل في اليوم التالي لإرسال تلك الرسالة. وأكد ترامب في رسالته أنه حريص على التوصل إلى اتفاق دائم للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين مجددا دعمه لحل الدولتين إذا انخرط فيه الطرفان. وخلصت رسالة الرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن القيود المحددة للسيادة الإسرائيلية على القدس هي جزء من المفاوضات بشأن الوضع النهائي، وأن أمريكا لا تتخذ أي موقف بشأن القيود أو الحدود.